صباح الخير، يوم سعيد لجميع النظارة الكرام. في هذا الفيديو الخاطف سأوجه كلمة لمستعملي الطريق، لأن واحد الفئة كبيرة من نساء رجال التعليم كيتحركوا في الطريق، وحتى يعني الناس كلهم يعني كنوجه لهم هذا الفيديو الصغير هذا، وهو أنه كاين الآن واحد المنظومة ديال الرادار خاصة برادار الضوء الأحمر، راه تترصدكم في كل مكان. دونك هاد لو غادار ديال لو فوغوج، غادار دو فوغوج، راه اون فيغور او فيل دو ماروك في لي فيل. دابا انا هاد المسألة هادي وقعت ليا، يعني كنت جاي غادي للعمل ديالي في الناظور، ويعني 8 كان بكر شويه باش نوصل شويه بكري. اليوم 8 كتكون عاد الظلمه، نورمالمون كاين واحد الفروج كان في ديك الوقت كيكون اورانج، دابا الان شتو احمر في 8 الصباح، وثم يعني مع الاسف يعني خرقت الضوء الاحمر، وطبعا الذائره هي 400 درهم. ولكن الان الجديد هو انه هذه المنظومه راه داخله في حيز التنفيذ، وهذه المنظومه هذا المكان اللي كيكون فيه هذا الفروج اللي كيكون فيه الرادار ما تقدرش تعرفه، هذه الاولى، لانه دايرينه في واحد المكان اللي با سوبسوني ما تعرفوش، وثم كيكون مفعل، يعني الضوء الاحمر مفعل طيله الليل. بالتالي واحد اللي كان عنده الله يحفظ شي حاجه طارئه بحال شي مريض ولا شي حاجه وداز من تماك، ما كاين حد غير هو والسماء، لذلك غادي يشوف الضوء الاحمر، ما طبيعي ما غاديش يبقى يستنى، هو عنده حاله خطيره. اي، ومع ذلك هذاك السيد هذيك ولا هذيك السيده اللي هي دايزه وهازه مريض ولا هازك سميتو، راه غادي تجيها واحد الذائره وغادي يجيها مباشره، يعني في التليفون في الهاتف، وهذا هو الميساج اللي غالبا يجيكم. وانا جاني هذا الميساج هذا، ويعني وكما قلت لكم كان مازال الظلمه، مازال التلاميذ مازال ما التحقوش المؤسسه، ويعني وفي البارد المؤسسه هذا الشيء، المبدأ المؤسسة لعبت كلمه الخط. ذا نارساس فوز انفورم كو فوتر فيكول اي تي فلاشي باغ رادار فيكس اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك كتعطيك تدقيق وكتجيك الرساله فيها الصوره فيها كل شيء. إذا الآن هذه المسألة هذه هي مسألة احتياطية، يعني طبعا بالنسبة لمستعمل الطريق ما خصوش يخرق الضوء الأحمر، لكن الضوء الأحمر في الليل، فكل الآن كل الأضواء الحمراء اللي كانت من واحد المدة معينة في الليل كتولي أورانج، كتولي برتقالية، اللون البرتقالي، فاليوم راه اللي بقات حمراء ولو في الليل عرف بأن ما راه فيها رادار، صافي. صلع النبي، اللي شتها على انها حمراء ولو في 12 الليل عرف انها رادار، اذا ما تدوزش، راه ولو كنت هز مريض ولا كانت عندك حاله طارئه. يعني شكون كيتحرك في الليل؟ كيتحركوا في الليل غير الناس اللي عندهم حاله طارئه وعندهم حاله مرضيه. اذا بالتالي في حال هذه الطريقه هذه اظن من الناحيه القانونيه فيها شويه ديال ان كما يقولوا، ليست الطريقه من اجل ما عرفت شنو. والمهم تبقاو على خير، إذن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.